بعد هدوء طبع الملفات الخلافية في المنطقة، يعيد الرئيس التركي هذه الملفات إلى الواجهة. فأردوغان يعلن أن لتركيا حضوراً في ليبيا وأذربيجان وسوريا وشرقي المتوسط، وأنها ستستمر في ذلك، مشدداً أيضاً على الاستمرار بأعمال التنقيب شرقي المتوسط. فأي ارتداد لهذه المواقف التصعيدية على الوضع في المنطقة؟ ولماذا يحرك أردوغان هذه القضايا في هذا التوقيت بالذات؟ بعد سعيها للتهدئة، يبدو أن تركيا عادت لتناور من جديد بملفات كثيرة. رئيسها رجب طيب أردوغان قال إن بلاده لديها حضور في ليبيا وأذربيجان وسوريا وشرقي المتوسط، وإنها ستستمر في ذلك. وشدد أردوغان على استمرار تركيا بأعمال التنقيب عما وصفها بحقوقها المشروعة من النفط والغاز شرقي المتوسط ومحيط قبرص. تصريحات تبدو شديدة اللهجة، وتأتي بعد فترة طويلة نسبيا هدأت فيها تصريحات المسؤولين الأتراك الاستفزازية في المنطقة، واتجهت فيها أنقرة إلى تخفيف حدة التوتر مع عدد من دول المنطقة والعالم مثل مصر وقبرص واليونان والدول الأوروبية الأخرى على رأسهم فرنسا. وأبدت تركيا استعدادها للمساهمة في حل الأزمة الليبية وإخراج المرتزقة، خاصة عقب مشاركتها في مؤتمر برلين الأخير. أما فيما يتعلق بقضية الطاقة شرقي المتوسط، فقد أعلن أردوغان أنه يمكن التعاون مع دول المنطقة لحل المشكلة. وفي الفترة ذاتها بدا واضحا أن تركيا تتجه للتصالح مع مصر عقب سنوات من القطيعة، قبل أن تعلن القاهرة عن توقف المفاوضات، وأن خلافاتها مع أنقرة كثيرة وليس من السهل تجاوزها. ليس من الواضح ما هي خلفيات تصريحات أردوغان هذه، لكن البعض يرى في ذلك مناورة من طرف تركيا لتتراجع عن وعودها بشأن خروج المرتزقة من ليبيا، خاصة عقب تصاعد الضغط الدولي عليها. فأنقرة ما زالت لم تتخذ أي خطوة بشأن مرتزقتها في ليبيا رغم توصيات مؤتمر برلين الأخير. ومهما كانت خلفيات أردوغان، فإن تصريحاته تلك قد تثير ردود فعل أطراف دولية كثيرة، وقد تعيد عزلة تركيا الدولية إلى نقطة الصفر. للحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة الكاتب والباحث السياسي الليبي عبد الحكيم معتوق، ومن اسطنبول أستاذ العلاقات الدولية الدكتور سمير صالحة، ومن باريس الكاتب والباحث السياسي مصطفى طوصة. مرحبا بكم جميعا ضيوفي. أبدأ معك أستاذ سمير صالحة. إذن أردوغان يقول موجودون في ليبيا في أذربيجان وسوريا وشرقي المتوسط وسنبقى، لماذا يعيد الرئيس رجب طيب أردوغان إثارة الملفات الخلافية مجددا في هذا التوقيت برأيك؟ نعم، مساء الخير للجميع. اولا يعني هو اعتبار برأيي عبارة في مجازية اذا جاز التعبير، يعني عندما يتحدث الرئيس أردوغان بهذا الشكل لا يقصد اطلاقا برأيي انا كما تابعت ما قاله أن تركيا موجودة في هذه الدول وأنها ستبقى رغما عن القيادات السياسية في هذه الدول، هي تأخذ بعين الاعتبار مصالحها ومواجهات النفوذ بين أكثر من طرف ولاعب إقليمي ودولي في التعامل مع هذه الملفات. الرسالة هي إلى أكثر من طرف، إلى أكثر من لاعب إقليمي، بأن تركيا نعم الآن ربما دخلت في عملية مراجعة لمواقفها وطريقة تعاملها مع العديد من الملفات، لكنها تنتظر من الأطراف الأخرى أيضا مواقف مشابهة لما تبنته في الأشهر الأخيرة. أستاذ عبد الحكيم، هل هذه العبارات مجازية كما يتحدث دكتور سمير صالحة، أم أنها أعمق من ذلك بكثير؟ أهلا أخي سامي. أهلا والديوب. بكل تأكيد أعمق من ذلك بكثير، لأن عندما يتحدث أردوغان بهذه اللهجة الحادة مرة أخرى، وحقيقة يريد أن يوصل رسالة بأن ربما تم تفاهمات أوجدته في هذه البؤر التي يتحدث عنها، وأنه لديه طلبات لم تنفذ، فبالتالي هو يريد أن يدفع باتجاه المزيد من الضغط على دول المحاور لكي تستجيب له حتى ينفذ هو ما تريده هي. هذا من جانب. من جانب آخر فيما يتعلق بالحالة الليبية سامي، أنا حقيقة كلما يتحدث أردوغان أو ساسته أشعر بأن الكلام وضع في فمه، يعني
والذين يضعون الكلام في فم أردوغان هم الأمريكان، لأن عندما تعود إلى تصريح أنتوني بلينكين كان في مناسبتين متتاليتين متناقضا. في مرة قال بأن المرتزقة والقوات الأجنبية سوف تخرج عاجلا، ثم عاد وقال سوف تأخذ وقتا طويلا. هذا التباين يشي بأن تركيا دخلت إلى ليبيا ليس بضوء أخضر من أمريكا، بل بدعوة صريحة من أمريكا لكي تخلق توازنا مع ما يسمونه بتواجد فاغنر في الشرق الليبي. هم حقيقة سامي لا يفرقون إذا ما كانت فاغنر شخص أو 10 أشخاص أو 100 شخص، إذا كانت فريق تقني أو مجموعة مسلحة، يعني يسوونها 20,000 مرتزقا وقوات تحتل الغرب الليبي. هذه هي المشكلة. طالما أن هناك ذريعة للأمريكان سوف يستخدمون أردوغان إلى آخر لحظة حتى يتأكدوا من أن، وللأسف الشديد أن الروس على لسان بوتين وعلى لسان سيرجي لافاروف دائما يؤكدون بأن الفاغنر لا تتبع لوزارة الدفاع الروسية، وبالتالي هذه إشكالية كبيرة. فاغنر شركة خاصة، حتى إذا سلمنا بوجودها من المسؤول عن إخراجها؟ أكيد القرارات الدولية هي التي سوف تأخذ مجراها لكي تنفذ على الأرض الليبية وتخرج كل القوات. هذا من جهة تانية. أخيرا سامي بعجالة، الموضوع برسم الليبيين حقيقة، طالما أن هناك فريق من الليبيين يقبل وجود أي مرتزق سواء كان تركماني أو قوات تركية أو فاغنر أو جنجويد، فهم سوف يجدون أكثر من مبرر لبقائهم واستمرارهم في التواجد على الأرض الليبية. أستاذ مصطفى، يعني نقطة مهمة أثارها أستاذ عبد الحكيم فيما يتعلق الطرف الدولي الذي يضع الكلام في فم الرئيس رجب طيب أردوغان، هل ثمة أطراف دولية تريد من تركيا تصعيد الموقف مجددا وبالتالي يعني الذهاب إلى هذا المنحى، أم أنه هذا التصعيد التركي معزول تماما عن أي إملاءات غربية على الأقل؟ نعم، أنا شاهدت الفيديو الذي أطلق فيه طيب أردوغان هذه التصريحات، وهذا الفيديو هذا المشهد هو أقرب إلى تجمع انتخابي منه إلى جلسة سياسية يبلور من خلالها موقفا جديدا. لكن يجب أن نربط هذه المواقف الجديدة ربما لتركيا مع التقارب والتفاهم الأمريكي التركي الذي حصل مؤخرا والذي تمخض عن تدخل تركي وتواجد تركي في أفغانستان وفي مطار كابول. وأنتم تعرفون أن الأمريكيين الآن في حاجة إلى الأتراك لكي يسهلوا بطريقة أو بأخرى عملية الانسحاب ولكي يساهموا في استتاب الأمن والاستقرار في هذا البلد. ربما يعني هناك رائحة صفقة سياسية ربما قد تكون بين الإدارة الأمريكية وأردوغان. الشيء الذي أعطاه من جديد هذا الزخم وهذه النبرة الحادة لكي يخاطب الجوار المتوسطي والأوروبي ولكي يتحدث بهذه اللغة وهذا التحدي. لكن نعرف جيدا أن أردوغان كان دائما صاحب الخطاب المزدوج، صاحب الكلام المعسول صباح والنبرة الحازمة مساء، صاحب يعني كان دائما يتعامل مع دول الاتحاد الأوروبي عندما تقترب إلى مرحلة اتخاذ عقوبات اقتصادية ضد تركيا كان يغير من موقفه ويهدئ من طبعه. الآن عبرت تركيا مؤخرا على أن هناك خيبة أمل تجاه مخرجات القمة الأوروبية تجاه تركيا. هل يدخل ذلك في منطق يعني رفع حدة الخطاب للاستفزاز يعني محاولة إيصال رسائل حازمة إلى مراكز القرار الأوروبي؟ يمكن أن نقرأ ذلك. لكن يعني صراحة أردوغان اليوم يمكن أن يقول كلام مغاير تماما غدا لدول الاتحاد الأوروبي تجاه عدة أزمات. هو برغماتي كما عودنا سيد مصطفى، توصف الكثير من الملفات الإقليمية والدولية. دعني أسأل هنا أستاذ سمير صالحة، هل بالفعل تشتم رائحة صفقة سياسية أبرمت بين أردوغان وواشنطن حتى يقول مثل هذا الكلام؟ يعني في احتمال أن يكون هناك حوار تركي أمريكي جديد في التعامل مع ملفات الخلاف على مستوى الثنائي والإقليمي، لكن هذه التفاهمات لن تتم بمثل هذه السرعة. لماذا؟ لأنه عدد ملفات الخلاف كثير متشعب متداخل،
ولا أظن إطلاقا أنه من الممكن حسم في إطار لقاء أو قمة عقدت بين الرئيسين التركي والأمريكي على هامش أعمال حلف شمال الأطلسي. الحوار التركي الأمريكي نعم مهم، لكن أنقرة تحاور أكثر من لاعب إقليمي أيضا منذ أشهر في إطار تغيير سياساتها الخارجية في تنسيق الآن تركي أوروبي معروف. يعني صحيح أنه أنقرة انتقدت جزء في بيان الاتحاد الأوروبي المجموعة الأوروبية، لكن أيضا كان في نقاط كثيرة ركزت عليها المجموعة الأوروبية وأشادت بهذا الانفتاح وهذا الحوار التركي الأوروبي في التعامل مع الملفات الإقليمية. في حوار تركي مصري أيضا يتقدم على الأرض في لا، لكن جمد هذا الحوار المصري، المفاوضات المصرية التركية جمدت على الأقل مما يتسرب إلينا، وبالتالي أسباب كل هذا التجميد وهذا الفشل وأبعاد هذه التصريحات. يعني أنا تابعت آخر تصريح لوزير الخارجية المصري سامح شكري، لم أرى أنه يتحدث لا عن تجميد ولا عن توقف أو تراجع في هذا الحوار التركي المصري. نعم ربما الحوار لا يتقدم بين القاهرة وأنقرة بشكل سريع كما نتمنى جميعا بأن يكون هناك اختراق حقيقي سريع في هذا الحوار، لكن أنا لا أظن أنه الحوار الذي بدأ وتريده أنقرة لن تتخلى عنه وبتتراجع عنه بمثل هذه السهولة، تحديدا في العلاقات التركية المصرية في التعامل مع الملف الليبي طالما أننا نناقش الآن الموضوع الليبي. في نقطة في مهمة أيضا باختصار أن أطيل، أنه هذا الحوار التركي مثلا الأمريكي ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار وجود حوار تركي روسي أيضا. لافروف بالأمس كان عندنا في تركيا وتمت مناقشة أكثر من ملف ثنائي وإقليمي، أظن الملف الليبي كان في مقدمة هذه الملفات. لا أظن إطلاقا أن أحدا ينكر أو يتراجع عن دعم فكرة سحب كل المرتزقة من ليبيا، ضرورة خروجها من ليبيا. أنقرة قالت أكثر من مرة أنها تدعم هذا الطرح أيضا. هذا الطرح على فكرة هو ليس عقبة الآن على ضوء الذي نتابعه في منطقة الحوار الليبي وتقدم المستمر باتجاه إجراء الانتخابات في ليبيا. كيف سينعكس تحديدا هذه التصريحات على الملف الليبي سيد عبد الحكيم، خصوصا في ظل ما يقول أننا سنبقى؟ هل هذا تملص من كل الوعود التي أطلقتها تركيا وغير تركيا خصوصا في اجتماع برلين؟ إلى أي حد هذا يضيف عبئا على الحوار السياسي الذي يجري حاليا؟ شوف أخي سامي، أنا لدي تعليق سريع على ما تفضل به ضيفنا من باريس. هو أردوغان يترأى للمتلقي بأنه يعيش شيزوفرينيا سياسية، يعني لكن أو انفصام في مواقفه، لكن هذه ليست حقيقة. يعني ربما هذا الانطباع المبدئي، إنما هو يقوم بأدوار يعني وفق يعني ترتيبات معينة ووعاء زمني معين، ومثل ما حكيت لك وإعازات فقط يعني، وانت أكدت على هذا عندما يتقدم خطوة ويتراجع خطوتين. طبعا التعليق الثاني على الدكتور سمير، والمفاوضات المصرية التركية علقت بصراحة، لأن هذا يعني عبر عليه أكثر من مسؤول مصري بأن تمت الشروط اعتبرتها تركيا ربما تعجيزية، والآن لا يوجد هناك أي تواصل. انعكاس هذه التصريحات مثل ما قلت لك سامي، لازالت الأطراف التي تتدخل في الشأن الليبي. طبعا نحن لا نريد أن نتحدث عن الوضع الإقليمي أو الدولي فيما يتعلق بالشأن الليبي، لأن بدأنا نشعر بأن هناك أدوار جديدة أسندت لدول الجوار. يعني هناك تنسيق مثلا جزائري تركي، تنسيق جزائري روسي، هذا ترجمه اللقاء الذي تم بين وزاري الدفاع الجزائري والروسي، وما تقوم به الشقيقة الجزائر على الحدود الليبية من مناورات حربية تحاكي معركة حقيقية في حدود ليبيا في منطقة غات تحديدا، هذا مؤشر آخر بأن تم تدور آخر أعطي لدول الجوار الجزائر لكي ربما يعني تكون تشرف على الغرب الليبي. طبعا هذا برسم الترتيبات الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، ولكن لا، هي توزيع أدوار. مثل ما هناك دور مصري يجب أن يكون هناك دور جزائري وفقا للرؤية الأمريكية الروسية.
مرة أخرى سامي، طالما هناك انقساما ليبيا، أنا لا أريد أن أتحدث عن مسألة التصنيف والإيديولوجيا والتوجهات، أنا أتحدث عن الحالة الليبية في عمومها. يعني الشعب الليبي إذا أراد أن يذهب باتجاه انتخابات حرة ونزيهة في 24 ديسمبر، وهذا أكدنا عليه في أكثر من مناسبة ومنصة، لا يتأتى في ظل وجود مرتزقة وقوات وميليشيات وسلاح متفلت، لأن هناك سيادة منقوصة، لأن هذا السلاح المتفلت سوف يوجه إلى رؤوس المخترعين، وهذا المال السياسي الفاسد الذي تحصلت عليه الميليشيات خلال العشرة السوداء الماضية سوف يستخدم أيضا في التلاعب بنتائجها. إذن ما لم تنقى هذه الأجواء قبل، ولكن أنا أرى أو أشتم بأن الغرب، وهنا تحدث عن أمريكا في إطار التصريحات المتتالية، تريد أن تذهب باتجاه الانتخابات في ظل بقاء هؤلاء المرتزقة والقوات والميليشيات، وهذا أمر صعب إجابة على سؤال حضرتك، وسوف يربك كثيرا المشهد وربما يعيدنا إلى دائرة الاحترام مرة أخرى. أستاذ مصطفى، التصريحات التي تصدر اليوم من أردوغان إلى أي حد تضع خاصة الملف الليبي، طالما أنه هذا مرتبط كثيرا بالمنطقة الدول العربية، إلى أي حد يضع الملف الليبي يراوح مكانه في الوقت اللي نحن نتحدث عن استحقاق مقبل في ديسمبر القادم، وبالتالي بقاء هؤلاء المرتزقة، بقاء هذه القوات الأجنبية على الأراضي الليبية، أي تأثيرات يمكن أن يتركها مثل هذه التصريحات على الملف الليبي؟ نعم، هذه التصريحات وهذه المواقف لأردوغان تجاه الملف الليبي تعتبر في حد ذاتها ضربة موجعة وصفعة لكل مخرجات مؤتمر برلين الذي أصر على ضرورة أن يتم إخراج الجيوش الأجنبية والمرتزقة كشرط تقريبا استباقي قبل تنظيم الانتخابات التي تصر دول الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والمجموعة الدولية على تنظيمها من أجل إعادة إنتاج شرعية جديدة لليبيا. والآن نرى بأن تركيا تقف وتعرقل هذا المسار وهذه الدينامية. لكن لحد الساعة، وأنا أعود وأؤكد على ذلك، هذا الموقف التركي تجاه التواجد، يعني تواجد المرتزقة الأجانب في ليبيا، إذا لم يكن هناك ضوء أخضر بين قوسين أو على الأقل مباركة أمريكية، لأن الأمريكان يعطون الأولوية لضرورة خروج مجموعة فاغنر والروس من ليبيا، إذا لم يعني يستطيعوا تحقيق هذا الهدف، فربما من مصلحتهم بين قوسين الاستراتيجية أن يبقى الأتراك يلعبون دورا في ليبيا حتى تأتي ساعة خروج الروس. لا ننسى بأن في بداية القصة دونالد ترامب كان يبارك الأنشطة التركية في ليبيا لمواجهة وتعقيد اللعبة الروسية في المنطقة. هل هناك جناح من الإدارة الأمريكية حاليا ينظر إلى هذه المعادلة وهذه المقاربة بنفس المقاييس؟ صراحة ربما ممكن يكون هذا صحيح. بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي، وهنا مهم أيضا الذي يهمهم أيضا بالإضافة إلى الأزمة الليبية التي تشكل يعني خطرا على أمنهم واستقرارهم عن طريق الهجرة والإرهاب، قضية شرق المتوسط وقضية القضية القبرصية. هذه التصريحات لا شك أنها ستثير غضب دول الاتحاد الأوروبي، وسنرى في الساعات وفي الأيام القليلة المقبلة يعني تنديد أوروبي واضح المعالم. الدبلوماسية الفرنسية بزعامة جون إيف لودريان كانت دائما تقول لأردوغان نريد أقوال أفعالا وليس أقوالا وليس كلاما معسولا وليس كلاما مطمئنا. ها هو أردوغان يعطي يعني بعدا كبيرا لهذه الإنذارات وهذه التحذيرات الفرنسية. فرنسا ربما ستعود إلى دول الاتحاد الأوروبي وتقول لألمانيا وللدول التي كانت تتسامح وتتفاهم مع تركيا، لا كنا على خطأ عندما لم نتخذ العقوبات الصارمة، لم نتخذ المواقف الصارمة. ها هو أردوغان يغير من لهجته، يغير من خطابه، ويستعيد هذه المواقف العدائية ضد مصالح دول الاتحاد الأوروبي. وهنا معادلة جديدة وحقبة جديدة يمكن تفتح أمام دول الاتحاد الأوروبي في طريقة تعاملها مع تركيا.
سيد سمير صالحة، كيف تنظر لهذه المسألة خصوصا في شق الاتحاد الأوروبي؟ هذه التصريحات، رأينا العديد من الحوارات في الآونة الأخيرة، حوار تركي فرنسي أيضا مع برلين، إلى أي حد ربما ستزيد هذه التصريحات الطين بلة وتؤزم الوضع في شرقي المتوسط؟ يعني اولا ارتدادات هذه الاتصالات الاقليميه على الملف الليبي، باختصار اقول لك برايي انه من خلال المتابعه ايضا هي تذهب بمنحى ايجابي اكثر من ان تكون سلبيه، لانه انا اظن انه قرارات برلين 2 فيها الكثير من الايجابيه ومن النقاط اللي ممكن تفعيلها فورا. لا ولكن بهذا الكلام الا يمكن ان ينظر اليه وينظر الى تركيا وكانها هي المعرقل في الملف الليبي؟ هذه هي النقطة التي كنت سأشير إليها، أنه البعض يريد أن يضع حساباته في التعامل مع الملفات الإقليمية خصوصا في الملف الليبي ويربطها بتواجد التواجد التركي في ليبيا، الربط بين تواجد المرتزقة رغم أنه أنقرة أعلنت أكثر من مرة موقفها أنها ملتزمة باتفاقية مع حكومة الوفاق ومع الحكومة الانتقالية اليوم، البعض يصر على الربط بين الموضوع المرتزقة وموضوع التواجد التركي. الآن في نقطة أهم، عندما قررت تركيا الاستجابة إلى طلب حكومة الوفاق والدخول وإرسال الخبراء والمستشارين العسكريين إلى طرابلس، كانت علاقتها مع واشنطن في ذروة التوتر، وهذا يؤكد أنه تركيا عندما رسمت سياستها الليبية لم تفعل ذلك لا من أجل واشنطن أو من أجل غيرها، هي فعلت ذلك من أجل مصالحها في ليبيا في شمال إفريقيا وفي أكثر من بقعة جغرافية بينها شرق المتوسط. اليوم في بالأمس كان لافروف عندنا، اليوم كان في اتصال قمة بين الرئيسين الروسي والفرنسي كما تابعت أنت أيضا. ماذا يعني ذلك؟ يعني أنه باريس أيضا تتابع عن قرب كل هذا الحوار، يعني هذا الحوار التركي الروسي الفرنسي مهم أيضا، لذلك لا أظن أنه من يعني أن نبني المعادلة كلها على الولايات المتحدة الأمريكية وسياساتها ومصالحها وما تريده في ليبيا، هذه معادلة برأيي خاطئة. في لاعبين إقليميين أساسيين من دول عربية من أوروبا ومن المنطقة ككل يؤثرون بشكل شئنا أم أبينا على الملف وتداعياته على شرقي المتوسط. أستاذ سمير صالحة، كيف يبدو؟ الآن في نقطة أيضا أشار إليها الرئيس أردوغان في موضوع شرق المتوسط، ربط المسألة بأن تركيا جزء أساسي أيضا من هذه البقعة الجغرافية، ساحلها وطول هذا الساحل التركي على هذه البقعة، ربط المسألة بالملف القبرصي الذي ما زال عالق في الكثير من التوتر، والمسؤول الأول هنا أوروبا التي أخذت القسم اليوناني القبرصي اليوناني عام 2004 إلى المجموعة الأوروبية وتركت الملف القبرصي في ذروة التوتر. المسألة أيضا مرتبطة بالتوتر التركي اليوناني، لذلك محاولة تحميل تركيا مسؤولية ما يجري في شرق المتوسط، ربط المسألة بالتنقيب عن الطاقة بغيره، هذه أيضا مسألة فيها الكثير من الإشحاف. سيد عبد الحكيم، سيد سمير صالحة أشار إلى نقطة يعني مهمة، قال بأن التدخل التركي في ليبيا وغير ليبيا يأتي انطلاقا من مصالحها وليس من أجل مصالح واشنطن، وربما هنا نستحضر يعني سيرة المجد العثماني كما يتحدث أردوغان كثيرا، إذا ما سلمنا جدلا بأنه هذا يجري وفق مصالح تركيا وليس لمصالح أي لاعب إقليمي أو دولي على الأقل في ليبيا، هل نتوقع عزلة لتركيا؟ لا، شوف سامي، هذا في إطار البروباغندا التركية، لا ما تفضل به الدكتور سمير غير دقيق، حتى التوقيت التي دخلت فيه تركيا كان توقيتا حاسما، وأنت تعرف في معركة طرابلس كان الجيش داخل طرابلس، يعني واضح أن الأمريكان، وبالمناسبة هذا ليس تحليلا، هذه معلومات، الأمريكان قالوا للأتراك الآن هذا هو توقيت الدخول لكي يخلقوا توازن مع تواجد الفاغنر في
حسب وصفهم هم في الشرق الليبي. ولكن المشكلة الكبيرة سام طبعا مسألة الأمجاد العثمانية. شوف هذا يعني أنت تذكر حادثة السفينة مرمرة وكيف كان خطاب أردوغان واستدرار العواطف ويعني ومخاطبة السدج وإنه سوف يفعل ويفعل، ثم اعتذر. للأسف الشديد أن كل الذين صدقوا صدموا عندما اعتذر للإسرائيليين وهو الخاسر والمقتول له جنود على ظهر تلك السفينة. هذا كلام لا طائل من ورائي، هذا دور محدد ولي وفي في وعاء زمني في مرتبط شرطيا مثل ما تفضلت لك في ظل وجود فاغنر. ولكن المشكلة الحقيقية الآن تكمن في أن أردوغان يتكئ على مذكرة التفاهم التي وقعها السراج والتي للأسف الشديد لم يلغيها عبد الحميد بيبر. هناك مطالبات فضفاضة بخروج القوات والمرتزقة من ليبيا، ولكن لا زال أردوغان يستند على هذا، وحتى عندما يتحدث عن المرتزقة ولا يتحدث عن قوات موجودة. يا سيدي الفاضل والكلام لضيفك في باريس وللسيد سمير، ما يجري في ليبيا احتلال، بعيدا حتى عن مسألة التفاهمات والأدوار الإقليمية التي ترسمها الدول الفاعلة مثل روسيا وأمريكا. الذي يحصل في ليبيا احتلال، وما قام به خلوصي أكار أكبر استفزاز لمشاعر الليبيين. قلت لك يا سامي الموضوع برسم الليبيين، أنا أؤكد لك للمرة المليون قد لا يطول صبر الليبيين لهذا، وهذه تجربة تاريخية بالمناسبة. أنا أستحضر هنا مواقف كثيرة منذ 100 عام حصلت هذه المناورات وهذه التدخلات وهذه التفاهمات والتجاذبات والوعود، وانتهت بمقاومة. نحن على شفير حرب أخرى. لعند البارح هناك تحشيدات وهناك مناوشات، وهناك حديث عن دعم تركي للسلاح بالضبط. يعني في ظل وجود الإسلام السياسي العقدي والميليشيات والسلاح المتفلت، هذه أزمة كبيرة. لهذا السبب الموضوع برسم الليبيين. شكرا ليس برسم جزيلا لك. متى أراد الليبيين أن يخرجوا هؤلاء المرتزقة فهم أصحاب القرار الأول والأخير في هذا. شكرا جزيلا لك أستاذ عبد الحكيم معتوق الكاتب والباحث السياسي الليبي، كنت معنا من القاهرة. أشكر من اسطنبول أستاذ العلاقات الدولية الدكتور سمير صالحة، ومن باريس الكاتب والباحث السياسي مصطفى طوسى.